شفنا طبعا التقرير مع بعض مشاهدينا، وعايزه اقول لكم حاجه ما اتقالتش في التقرير قبل فكره سد انابيب النابالم. الجيش المصري عمل نموذج تجريبي للعبور وسط النار، عملوا محاكاه لقناه السويس، ممر مائي، وحطوا انابيب نابالم ومواد سريعه الاشتعال، وولعوا النار على سطح الميه، وحاولوا العبور وسط النار علشان يشوفوا التكلفه. وطبعا التكلفه كانت عاليه جدا، يعني عايزين نقول انه انتصار اكتوبر ده عمره ما كان صدفه، وانما توفيق من ربنا بعد تخطيط جامد وشغل وتعب وتجارب وتصميم وإرادة، ودي معادلة أي نجاح. طبعا الحلقة كلها ذكريات جميلة، وإحنا ما حبيناش نبقى لوحدنا وإحنا بنستعيد الذكريات الجميلة دي، وقلنا نشارك جمهورنا وأهلنا ونتعرف على ذكرياتهم وكانوا فين يوم 6 أكتوبر وبيعملوا إيه. تعالوا نشوف تقريرنا مع بعض. طبعا انا كنت صغير، كان عندي 13 سنه، ولكن اتذكر منها الكثير. يعني ان طبعا هي حرب العزه والكرامه لينا كمصريين، وطبعا كنا منتظرين هذه ساعه العبور. انا كنت ايامها في الثانوي، ففاكراها كويس قوي، وفاكره اللي حصل قبليها وبعديها. طبعا قبلها كان في حرب الاستنزاف، وكنا عصرنا حاجات كتيره بعد ما كنا محبطين. اي نعم في الاخر برضو كنا محبطين، وكانوا بيطلعوا، الفكره الجامعه كانت بتطلع مظاهرات، لان كان الرئيس انور السادات الله يرحمه كل سنه يقول العام الحاسم، العام الحاسم، فزهقنا من كلمه الحاسم وفقدنا ان في حاجه اسمها حاسم اصلا. الجو كله كان جو هزيمه وكده، فجت حرب اكتوبر بصراحه يعني رفعت من معنوياتنا واسست قواعد جديده للكرامه والعزه في مصر والمصريين. كنا بنسمع في الراديو، بنسمع النشره ويقولوا مثلا الجيش المصري عبر قناه السويس، عبر خط بارليف، الحاجات دي، الذكريات دي كنا بنقعد نسمعها. واكلم مثلا خالي، اكلم عمي، اكلم حد، يعني ايه خط بارليف؟ كان يقعد يشرحولي. دي ذكريات 73. والله احنا ابويا اشترى التلفزيون بالقسط عشان نشوف اخبار الحرب ونطمن عليه، وكان يعني دخله بسيط، وكنا بندفع قسط التلفزيون 5 جنيه عشان نشوف اخبار الحرب، وكنا بننام ونقوم يعني عايزين نعرف كل جديد. ما كناش بنلاقي السكر والعيش والحاجات دي، وكنا بنرضى يعني اي حاجه بسيطه كده كنا بنقضي بيها. المهم نقول يعني الناس اللي بيحاربوا دول يبقوا يعني واقفين على رجليهم، وربنا ينصرهم ويرجعوا لنا بالسلام. كنا كلنا من 67 من مستنيين، منتظرين اليوم اللي يحصل فيه رد على 67. كنا بنعدها بالايام لغايه ما جت 73. كنا طلبه وبدانا نعمل حاجات زي الاسفات الاوليه، وبدانا نعمل حاجات زي الوعي القومي بين المواطنين، وكان المصريين احسن اخلاق كانت بتمر بيها مصر في اثناء الاخلاق دي.